لو الحكاية فيها إن فيجو احنا عرفنا النتيجة قبل المعرف ان هو اصلا طلع يعني من الاوائل، فهو كان اكيد مبسوط جدا يعني قاعد يحضني وماما قاعدة تحضني يعني وكده. بس وعرفنا بقى النهاردة ان انا طلع يعني من الاوائل على ظروف يعني كل يوم انا بمشي اليوم بيوم وكده يعني. ممكن مرة تزيد عن حد مثلا طبيعي، بس متوسط مثلا 6-7 ساعات. لا هو انا مش ما كنتش باخد دروس خصوصية، بس طبعا كده اكيد في تكاليف برضه في ثانوية عامة وكتب وكده، لكن انا ما كنتش باخد دروس خصوصية. ده كان بيفضيلي وقت كتير يعني. ده كنت بلاقي وقت ان انا اراجع، ان انا حتى لو عايزة ارفع عن نفسي، عايزة ما اضغطش على نفسي قوي، كنت بلاقي وقت. لكن انا كنت هاخد دروس، فده كان هيضيع لي تقريبا نص اليوم. فنص اليوم ده لما يضيع، فامتى بقى هلحق اذاكر؟ ده امتى هلحق مثلا انا عايزه ارفع عن نفسي، عايزه اعمل اي حاجه مختلفه ما اضغطش على نفسي كده. فده كان دي الفايده يعني من انا ما اخدش يعني بالراحه. ما تبداوش من شهر 7، تبداوا عادي من 9 عادي زي اي حد، وما يضغطوش على نفسهم في الاول. انت كده كده يعني هما كده كده هيقعدوا 10 شهور تقريبا يذاكروا، فيعني يبقى ياخدوا الموضوع بالراحه وما يبقاش في ضغط بالذات في اول سنه. يعني لو في الاول مثلا حاجات فاتتك، دروس وقعت كده، لا مش مشكله، في وقت دايما يعني، دايما في وقت لحد شهر 3 في وقت عادي ان انت لو في حتى حاجه مش فاهمها خالص ممكن تذاكرها تاني، ممكن تلاقي وقت حد يشرحها لك تاني. فيعني ما تضغطوش على نفسك خالص يعني من الاول. بتابع كوره، شفت يعني اغلب ماتش، انا زملكاويه فبشوف اغلب ما يعني مش ماتشات الدوري عشان ممله شويه، بس ماتشات مهمه، ماتشات نهائي الكونفدراليه، الحاجات دي كنت بشوفها. شفت الافتتاح، ده كان يوم امتحان الفيزياء، شفت الحفله، شفت الماتش يعني، كنت شغاله عادي والله. بره طبعا صلاح اول حاجه وميسي. انا مش برشلونيستا يعني، بس بحب اشوف طبعا برشلونه. بس في مصر مفيش قوي يعني، في مصر مفيش، ممكن فرجاني سياسي بقى، ده مشهور دلوقتي بقى وكده. اتفضل. انا اسمي احمد السيد محمد بيطح، والد شيماء. المهنة عميد مهندس حاليا بالمعاش. بالنسبة للشيماء، احنا ما كانش عمرنا بنضغط عليها في اي حاجة. الكلية اللي عايزة تروح هتروحها، الدراسة اللي يعني لسه بتقولها، الضغوط ان هي تذاكر ما تذاكرش ده موضوع كان بيرجع لها هي. بتفتح النت زي ما هي عايزة، تتفرج على ماتشات زي ما هي عايزه، ما كناش بنكون جادلينها على ان ما تتفرجيش على ماتشات، ما تفتحيش نت، ما تتفرجيش على تلفزيون، ده عمرنا ما كنا ايه نضغط عليها في هذا الاتجاه. واسمي انا محمد عبد العزيز، مدرسة فيزياء في مدرسة سمبيات فيولا اللي هي كانت فيها شيماء، وانا برضو اللي كنت مدرستهم في سنة تانية، ومعودهم على ان الحاجه يعني برضو لو هم محتاجين الحاجه برضو يجيبوها من نفسهم يعني. لو حاجه ما فهموهاش قوي هم يقدروا يفهموا الحاجات العامه، ويقدروا بقول لها ربنا يوفقك في الحياه بتاعتك وتحققي كل امانيكي. وهي امنيتها كانت امنيتها انها تكمل دراستها بره، يعني عاوزه تروح المانيا تكمل دراستها هناك. انا بقول لها ربنا ينولك ما تريدي، وتكملي دراستك على خير، وتكملي حياتك كلها على خير ان شاء الله.